بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. احنا في الفيديوهات اللي فاتت خلصنا او اخدنا السيريس وخلصناه، خلصنا جزء كبير منها، او الجزء اللي احنا محتاجينه بمعنى صح خلصناه من دالة السيريس اللي في مكتبة بندز. وفي الفيديو ده بنستكمل معاكم مكتبة بندز، ولكن في دالة جديدة وهي الداتا فريم. الداتا فريم هي من اهم الحاجات، ان لم تكن هي اهم حاجة اصلا، لان هي اللي هتتعامل معاها انت في اغلب بياناتك، وهي هتوريك دلوقتي اصلا شكل الداتا اللي انت هتبقى تتعامل معاها بيبقى شكلها او كهيئة او كفورمات عاملة ازاي. تمام، نبدأ مع بعض. بسم الله. اول حاجة هنا هنعمل array. array دي هيعمل لي فيها 10 ارقام عشوائية. الارقام دي قيمهم عشوائية بتتراوح من 1 ل20، ارقام عشوائيه. طبعا احنا خدنا الدات اللي هي ان بي دوت راندوم تراند اند، خدناها في الفيديوهات الخاصه بنمباي. تمام، وهيعملها برنت. طيب تعال نرن. تمام، على ارقام عشوائيه اهو. تعال بس نكبر الشاشه دي عشان ما تزولناش، نكبرها منين اهو. تمام، عملنا هنا ارقام عشوائيه اهي، 10 ارقام عشوائيه من 1 لحد 20. تمام، هنا دي برنت فاضية، يعني بتعمل لي شبه سبيس كده او مساحة بقرها لكم. انا بس اعملها عشان ما في الداتا ما تدخلش في بعضها. طيب نيجي بقى لدالة النهاردة، او اللي هي الدالة المخصوص للفيديو ده النهاردة، وهي داتا فريم. هتكتب بي دي اللي هي اختصار طبعا مكتبة بانداز قلناها قبل كده، هتقول له دوت داتا فريم. وخد بالك حرف الدي كابيتال وحرف الاف كابيتال، يعني اول حرف من كل كلمة كابيتال. بعد كده هتفتح قوسين، قوسين عاديين، وجواهم هتفتح قوسين تاني اللي هم اللي عاملين شبه السكوير، او اللي هم دول الشكل ده كده، اللي هم اللي تحس ان هم مربعين ده. تمام، وجواهم هتديهم الاري او الليست بتاعتك، وكده هنعمل له برنت. تعال نشوف الشكل بقى عامل ازاي. تمام، بص كده، ديت اللي هي الاري بتاعتنا العاديه اللي احنا عاملينها. هنا بقى ديت الداتا فريم، ايه الارقام ديت بقى وايه اللي حصل فيها؟ تعالى يا سيدي بص، اول حاجه نبتدي من هنا. اول حاجه دوت الاندكس، وده خدناه قبل كده وتعرفنا عليه، ان هو يعتبر هو اكنه الاي دي بتاعك، او اكنه الاي دي لبقيه الصف. يعني كل ده كده دوت اسمه، ده الاي دي بتاعه او الاندكس بتاعه. طيب ايه اللي فوق دول؟ اللي فوق دول هما الكولومز، او اسماء، المفروض يعني هما بيكونوا اسماء العواميد. يعني تعالوا نوريكم اللي بعديها على طول. تعالوا اوريكم الاول الفرق ما بينها وما بين السيرياس عشان برضه هتوضح لنا حاجات. ران. تمام، بص هنا دي شكل الداتا طبعا عليها كاري، وهنا شكلها كداتا فريم، وهنا شكلها كسيريس. بص شكلها كسيريس عامله ازاي، رصها لك كده بشكل عمودي، رصهم لك كده ايه تحت بعض، انما في البندز رصهم لك بشكل افقي جنب بعض. طيب هو انه الاصح، هو ايه الاصح، او مش الاصح، الاشبه للي احنا هنتعامل معاه الداتا، او اللي هو الشكل المعتاد انت هتتعامل معاه في الداتا في بيانات حقيقية، يعني ان هو هتكون البيانات كده هتدخل لك بشكل افقي. طب ليه بشكل افقي؟ شكل افقي لان انت مثلا تخيل ان انت عميل، انت كعميل رحت مثلا بنك، انت مثلا ليك حساب في البنك ده، فانت عايز تعمل عملية سحب. تمام، فانت بتروح البنك، بتقف مثلا عند شباك الموظف، بتقول له والله انا عايز اعمل سحب، هياخد منك مثلا اسمك، وهياخد منك بياناتك، اسمك مثلا ورقم الحساب بتاعك ورقم بطاقتك مثلا. تمام، هو هنا بالظبط، انت هنا هنعتبر ان الاندكس ده هو اسمك، وهنا دوت مثلا ده الاي دي بتاعك، وده رقم الحساب بتاعك، وده المبلغ اللي انت عايز تسحبه مثلا. تمام، اهو هنا بقى الكولومز هي الاسماء، اللي بيقول لك ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، انما اللي تحت ديت هي الداتا بتاعتك. طيب فانت لما دخلتها ما انت قلت الموظف عايز ادخل، عايز مثلا اعمل عملية سحب مثلا، فكدخل لك الاسماء كلها، البيانات بتاعتك مع بعض. انما بصوا بقى هنا، بصوا هنا كسيريس رسم لك بشكل افقي، كانهم مش كانهم كل رقم فيهم حاجه مختلفه عن التانية، او كان مثلا لو انت رحت اكنك مثلا بقى رحت بنك وقلت انا عايز اعمل سحب،
عايز مثلا اعمل سحب، هقول لك اه هات اسمك النهارده وبكره بقى تعالى بقى سجل، يبقى قول لنا عايز تسحب كام. مش منطقيه. فالمنطقي انك هنا ان هي دي اكتر شكل منطقي اكتر. وطبعا هوريكم دلوقتي مثال بس في اخر الفيديو هتفهموا قصدي، هتفهموا قصدي كويس يعني اللي انا قصدي عليه. طيب ايه تاني؟ طيب نعمل دول ككومنت، ولكن هنسيب هنسيب الليست زي ما هي. طيب هنا انا عندي بقى عملت جوه الداتا فريم بعد ما فتحت القوس اللي هو اللي بره دوت عادي بتاع داتا فريم، والقوس اللي هو المربع ده دخلت له كذا ليست كذا بيانات لكذا شخص. تعالى كده نعمل لها برنت. بص هنا دي شكل الداتا عادية، وهنا الشكل بقى اللي هي لما دخلت له بقى بيانات كذا شخص. ولنفترض مثلا ان هنا ده بيانات، ده اسم الشخص وده البيانات بتاعته، وده اسم شخص تاني وده البيانات بتاعته، وده اسم شخص تالت وده البيانات بتاعته. وهنا بقى بيقول لك ان هنا مثلا ان العمود ده الاسم، العمود ده الاي دي، العمود ده الكريدت نمبر مثلا، العمود ده الحساب بتاعه مثلا فيه كام فلوس وهكذا. طب انا عايز اغير اسامي الاندكس، يعني انا مش عايزه تمشي صفر وواحد واتنين بالشكل ده، احنا خدناها في السيريس ازاي نغير، وهي هنا شبه السيريس بالظبط. هنا بعد ما دخلت له الداتا عاديه، بعد ما دخلت له الداتا عادي قلت له الاندكس بيساوي واديته حروف، اديته خليتها لي، قلت له عايزه تعملها لي بالحروف دي، ده الاندكس بتاعها. ولو تلاحظ ان عدد الاندكس هو نفس عدد الداتا اللي داخله، نفس عدد الروز اللي عنده، نفس عدد الصفوف اللي عنده. لابرنت بص انت بقى لي هنا الصفوف عادي. بص بقى الاندكس A B C نفس الفكرة بتاعة السيريس بالظبط. قال لي ان مثلا ان العميل A ديت البيانات بتاعته، العميل B ديت البيانات بتاعته، العميل C دي البيانات بتاعته. تمام. طب انا بقى عايز اغير بقى اسامي الكولومز اللي فوق دي، اسامي العواميد اللي فوق، ينفع تتغير؟ اه ينفع اغيرها. نلغي ده، نعمل ممكن كومنت ونيجي هنا. بعد ما قلت له دوت داتا بندس دوت داتا دوت داتا فريم، وفتحت القوسين عادي وفتحت القوسين بتوع الليست، دخلت له جوه الليست التانية او الليست الفرعية او اللي هي الداتا بتاعتي. تمام. قلت له فعملت كومة وقلت له كولمز بيساوي وعدد وديته حروف، عدد الحروف ديت لازم يكون نفس العدد بتاع العناصر اللي داخله. يعني انا دخلت له 10 عناصر، فلازم يكون عندي 10 حروف او 10 اسامي للكولمز، او يا اما اسيبهم ارقام زي ما هم، او ادخله مثلا انا 10 ارقام معينة للكولمز لو انا عايزهم كارقام. تعالوا نعمل لها برنت. تمام. رن بصوا داتا عادية اهي، والاندكس انا مسحتها خليته يعملها لي ارقام اللي هي الديفولت بتاعته، وادي الكولومز. الكولومز يعني تهانا قال لي ان الاندكس 0 ديت البيانات بتاعته، والاندكس 1 ديت البيانات بتاعته، والاندكس 2 دي البيانات بتاعته. وقال لي هنا ان العمود الاول اسمه ايه، العمود التاني اسمه بي، العمود التالت اسمه سي، وهكذا. تعالوا دلوقتي بقى هديكم مثال هيفهمكم الليلة دي كلها ببساطة. هنا انا عملت variables بأسماء، مثلا بأسماء العملاء. تمام. كل عميل فيهم ليه list، الليست ديت فيها أرقام، هنعرف دي أرقام ايه. تمام. بعد كده عندي هنا الداتا، تعالوا نبص نفهم هنا اول الاول هنا ايه اللي حصل. قلت له اعمل لي داتا فريم. تمام. الداتا بدل ما كنت بكتب له هنا الليست فوق، فوق كنت بديله الليست اللي انا عاملها اللي هي الارقام العشوائيه، هنا لا، هنا الداتا بقى هي الليست بتاعت العملاء دي، القايمه اللي فيها الارقام دي بتاعت كل عميل. ادي القايمه بتاعت العميل احمد، والقايمه بتاعت العميل ابراهيم، والقايمه بتاعت عميل طارق، والقايمه بتاعت عميل حسن، والقايمه بتاعت العميل كريم. تمام.
دي كده الداتا بس. طب بعد كده جيت قلت له اندكس، اديته اندكس باسم كل عميل، عميل احمد وابراهيم نفس الترتيب بتاع الداتا اللي انا رصيتهم هنا. بعد كده جيت اديته اسامي للكولومز، قلت له اول كولوم عندك اي دي، بعد كده انكم، بعد كده ويزدرو، بعد كده التوتال. وخد بالك انا عملت هنا، انا عملت هنا الداتا ديت اللي هي بتاعت العملاء، الليست بتاعت العملاء، عملت عدد العناصر اللي فيها قد عدد الكولومز عندي، تمام. تعال نعملها برنت بقى عشان نشوفها ونفهم اكتر. اعملها لكم كلير عشان يبقى مفيش غيرها اهي. كلير، تمام، رن، تمام. دي كده شكل القايمة عادية ملناش دعوة بيها، تعال نلغيها حتى عشان متزولناش، مش مستغلناش في حاجة. ران، تمام، عند القايمة بتاعتنا كلير ران اهي. بصوا بقى عمل لي ايه. اول حاجة قال لي العميل احمد، العميل احمد الاي دي بتاعه، الاي دي بتاعه اهو 1212، والانكم بتاعه، الدخل بتاعه او الراتب بتاعه مثلا 5000، وبيعمل سحب مثلا شهريا 2000، والتوتال بتاع حسابه في البنك 30000، تمام. لو ملاحظين عدد الكولمز، اسف، الكولمز او اسامي العواميد هي البيانات اللي انا طالبها، تمام. والاندكس هو اسامي العملاء، العميل احمد، العميل ابراهيم، العميل طارق، الاسامي بتاعتهم. والداتا بقى هي اللي تتماشى معاهم، انا حددت الداتا بتاعتهم. يعني دي انا قلت ان هي اعتبرها بيانات كبنك، الاندكس بالاسم، والكولمز هي عدد، هي الداتا اللي انا طالبها، الاي دي والانكم والويزدرو والتايتل. العميل مثلا ابراهيم، عميل اسمه ابراهيم، الاي دي بتاعه هو الرقم ده اللي هو 1125، الدخل بتاعه 3000، والسحب بتاعه 1000، والتوتال بتاع حسابه في البنك او معاه في حسابه في البنك 15000 جنيه. مثلا العميل طارق، عميل طارق ده الاي دي بتاعه، تمام. ده الانكم بتاعه، ده الدخل الشهري بتاعه، دوت هو بيسحب كام شهريا، بيسحب 5000 جنيه شهريا، ومعاه في حسابه في البنك مثلا في 50000 جنيه، تمام. العميل حسن هكذا، ده الاي دي بتاعه، وده الدخل بتاعه، وده الويزدرو، ده هو بيعمل سحب مثلا شهريا بكذا، وده حسابه في البنك قد كده، والعميل كريم مثلا قد كذا 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 كذا، وهكذا. ممكن تضيف طبعا زي ما انت عايز، ممكن تزود هنا، ممكن تزود هنا عميل، بس طبعا لازم تزود تضيفه من تحت. معاك واحد اهو، سميه مثلا جون، عميل اسمه جون، تمام. العميل ده جون مثلا، الاي دي بتاعه لا، الاي دي بتاعه 1 2 3 4، تمام. وقبضه مثلا الشهري اللي هو الانكم هنا اهو، الانكم بتاعه بياخد مثلا 3000، 3000 يعني بياخد، بيقبض 3000، والويزدرو بيعمل سحب شهريا ب 2000، ومعاه في حسابه في البنك مثلا 40000. لازم نضيفه هنا، اضيفه مثلا في الاخر اهو، اكتب جون، جون، انا كتب جون غلط تقريبا. نعمل رن، ايه الغلط؟ ما ضفتهوش، ما ضفتهوش في الاندكس. لازم اجي هنا واضيف اسمه كاندكس، اقول له جون، خليها بنفس السبيلينج، رن، تمام. ده فولي اهو، ده فولي اهو، قال لي ده الاي دي بتاعه اهو، ده الاي دي بتاعه، وده الانكم بتاعه، الدخل بتاعه، ودوت السحب اللي بيعمله من البنك كل شهر، وده ده حسابه في حسابه في حسابه البنكي في سيولة قد ايه، او في فلوس قد ايه. ده كان مثال بسيط، حاول بس حاولت بس افهمكم بيه فكرة الاندكس والكولمز والداتا. طبعا احنا مخلصناش الداتا فريم، الداتا فريم بحر كبير جدا، وهي زي ما قلت هي من اهم الحاجات اللي احنا هنتعامل معاها. شكرا شباب، اشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.